السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل عشان تقدر تعمل بيه الانتريو ديزاين او التصميم الداخلي. بتقدر تقول له في الاول انا عايز اعمل ده مبنى هاوس او اوفيس او ريستورانت. الغرف اللي انت عايزها مثلا عايز احول الغرفة دي لبيدروم. طيب الستايل اللي انت بتشتغل بيه وليكن مثلا الديزاين دوت، وبعد كده ممكن تخش في الديتيلز اكتر، ان تكتب له تكست توصف بيه الغرفة اللي انت عايزها، ونيجاتيف يعني قيس الحاجات اللي انت مش عايزها في الصور ديت. ودي اعداد الصور، المقاس بتاع الصور، لاندسكيب ولا بورتريت، الجودة طبعا هاي كواليتي دي لو في فلوس. وبعد كده بتقول له كرييت، هو بيديك بعض النقاط. لما بتخلص لازم ان انت تدخل بحساب تاني او انت تشتري كريدت بحيث ان انت تقدر تعمل صور. تمام، يبدأ يعمل لك الصورة بالشكل دوت. ممكن تقول طب عايزها دريم روم وهكذا. هو موقع سهل وجميل لتحويل اللي انت بتفكر فيه لصور حقيقية. او حول لنا الصورة اهيت لدريم روم. ممكن تقول له مثلا طب حولها لي هوم اوفيس لحد ما النقط اللي معانا تخلص بقى. بالشكل دوت طيب لو انا عندي صورة وعايز اعدل عليها، فممكن تيجي هنا وتقول له انا عندي صورة، وتبدأ تختار صورة معينة وتختار الموديل اللي انت عايزه، وتقول له بقى انا عايز اعدل ايه. يعني هنا هتبتدي بان في عندك فعلا ديزاين معين انت عايز تشتغل عليه، وليكن مثلا صورة بالشكل دوت. خلاص هو خد الصورة، عايز صورة قدها يعني تلتزم بنفس التفاصيل الموجودة فيها ولا تقدر تبدع فيها. طيب ممكن نقول له بقى الصورة دي عايزينها مثلا بدل بيدروم عايزينها مثلا هوم اوفيس، ونقول له جنريت. هو ثبت الحوايط والابواب والشبابيك، ولكن هيعدل لنا في الاساس والفرنتشر. ايوه جاب لي رسالة قال لي ان انت خلصت، لازم استنى شوية. طيب هي دي الفكرة بتاعت الموقع دوت، واتمنى يعجبكم ان شاء الله.